بعيدا عن الألفية التي علمها الله قبل أن تكون، بعيدا عن ساعة قبل الساعة علمها الله قبل أن تكون. إنما نتكلم بالوحي الذي استأمننا عليه نبي الله عليه الصلاة والسلام، قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، ألا إنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر بل تحلق الدين. قال: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ ألا أدلكم على ما يثبت لكم هذا؟ السلام، السلام، أفشوا السلام بينكم يا أمة محمد، يا عباد الرب السلام، يا عباد الرحمن السلام، السلام، السلام بينكم بينكم، وفي العالمين السلام، 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 لا حرب لا دم، السلام على العراق، السلام على مصر، السلام على الشام، السلام على الحجاز، السلام على الجزائر، السلام على كل بلد نودي فيها بسم الله على مئذنة، السلام على من شهد لله ولنبي الله. لا ترفعوا فينا الحديد، لا تذبحونا، لا تهرفوا فينا الدم، السلام، السلام. أوصيكم بوصية نبي الله: لا ترجعوا بعده كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أقول لكم: السلام، السلام، القرآن، القرآن، الكتاب، الكتاب، النبي، النبي. أقول لكم: لا تخالفوا، اصبروا، تناصحوا، لا تحاسدوا، لا تدابروا، ورب السماء إنهم يستعرون من الفرقة في العائلة والقبيلة ويشرفون بها في الدين. من أين أتيتم بهذا؟ هذا الكتاب بيننا لم يبلى، وهذا النبي بيننا لم ينسى، من أين جاءوا بهذا؟ ورب السماء لو كانت ساعة لم نرى فيها هذا لصدقناكم، بما نصدقكم ونحن نرى ونسمع ونشم الدم ونرى كل هذا متى تفيق الأمة؟ السلام، السلام، طائفتان في المسلمين ذبح بعضهم بعضا، هذا سنة وهذا شيعة، كلهم يزعم أنه ينتظر الصالح وأنه ابن الصالح، حتى قالوا كما قال بنو إسرائيل: نحن أبناء الله وأحباؤه، ليس لله ولد وليس لله إلا العبيد، فأطيعوا الله وأطيعوا المرسلين يا أمة محمد، أطيعوا ولا تتقاتلوا ولا تختلفوا ولا تحدثوا في هذا الكتاب، لا تتحدثوا بالله بالعجمة، لا تأتون بغير هذا الكتاب. قتلنا أخونا، قتلنا الذي جاء بالحزب، قتلنا الذي بدل، اتبعوا المرسلين سحقا سحقا لمن بعدل نبي بعدل بدل بعد نبي الله، سحقا سحقا لمن غير بعد نبي الله. السنة، السنة، والشيعة، الشيعة، يذبح بعضهم بعضا وهم ينتظرون ابن بنت نبي الله. سيأتيهم ولم يبني أحدهم من أحدهم أحدا، سيأتيهم هذا الرجل ولا يجد منهم أحدا. اصبروا، فإن خرج في هؤلاء فقاتلوا من شئتم، وإن خرج في هؤلاء فقاتلوا من شئتم، اصبروا. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هذه إلى قيام الساعة. قال عليه الصلاة والسلام حديثا: أبطل فيه الخيانة وأبطل فيه الكذب الذي جاء به الأحبار النصوص الكذبة. قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده. أين نذهب بهذا الوحي؟ أين نذهب بهذا الحديث؟ بما نبدل الدين؟ قال لنا فلان فلفرة، وقالوا لنا ايديولوجيات، عيب، شين، خيانة، لم تبدل لنا بعد الوحي لا نفسا ولا لحما ولا دما.